فجر وكلام فاضي ايه؟ روح دماغك. هاي جوهي، انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرعه اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كتكونيلك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه جايز لي خابور يا دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان. يا استاذ مورجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه. وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهمه. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقكوا عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن بوس. دي مش جامعه، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان، انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان، احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينام، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، ف
فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصية. الله، يتجوز ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة الى حفلات صاخبة. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحة في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده؟ انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش عارف اربيك. ويلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي كله وعدتكم في الجامعة، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص. اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات. واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البنت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحبي مين هنا ان شاء الله؟ انا جاي بالدبدوب ده العلياء. يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. تطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا اونكل. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر ماشي، بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. هاي ابوك بيشتغل ايه يا دكتور؟ حرامي. حرامي؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ في المزرعه. عندكم مزرعه؟ سعيد من المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف من ايه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ دشيك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فلة. ابوك بيشتغل ايه؟ فلة. صباح الفزولة اخبط دي ايه دي يا دبور؟ اكسس وتعيش. اكسس ازاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بوينتس دي فور. طب ايه؟ اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضره الصبح مع جان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجه عايزها يا مورجان؟ بلاش تستنى على الصبح. الحبايه دي هتخليك ملك ولا ضد اتذكر في موسم التزاور. وبعدين يا مورجان انا استحاله ازيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ متحترم نفسك يا لها. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انت قلت لنا ماكسسين؟ مش انا مش ماكسس. هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع؟